هلا حبايب، شلونكم؟ عيني اليوم حسوي لكم سماد طبيعي للنباتات. هنا اخذت رز ولحسلقه، هنا خليت ماي وخليت عليه الرز، راح اخليه لحد ما يستوي تقريبا، يعني شبه استواء. حتركه على النار لحد ما ينضج تقريبا. هنا ما بعد نضج، طبعا هذا الماء الرز مفيد للنباتات، يغذيها سماد طبيعي، يستعمل بالسبوع مرة لكل النباتات. هنا بعد ما صفيته، صفيت الرز عن المي مالته. هذا ماء الرز صار عندي جاهز، هسه راح اخليه يبرد تماما. هذا راح اخليه هسه يبرد تماما، ننتظره وارجع لكم. هاي بعد ما فورنا الرز واخذنا المي مالته، هذا ميته، خليته يبرد ورد تمام. هسه راح اجي هنا عندي هذا البطل المي، بي لتر مي تقريبا، راح اخلي له مي من ماء الرز. شوفوا حيصير هو والمي لتر مي. هو والمي صار لتر. هسه هذا صار محلول الرز. هذا نقدر هسه يعتبر سماد طبيعي للنباتات. هذا نقدر نسقي من عنده النبات. هذا مو مضر، يعني كثرته او هاي ما يضر للنباتات، مو مثل الكيماوي. الكيماوي طبعا يضر النباتات اذا صار هواية يعني نسبته، فهذا هو طبيعي. ماء الرز هذا نسقي هسه به النباتات، كل اسبوع نسقي مره واحده من هذا المحلول كل النباتات. ان شاء الله تستفادون من عنده وتشوفون نتيجه نباتاتكم. واتمنى اللي يشوف القناه يشترك بالقناه ويفعل الجرس، واكون ممنونه من عندكم. وشكرا لكل تعليقاتكم الحلوه، ربي يديمكم، مع الف سلامه.